كم مرة قلت لك نط في غرفتنا والحمام؟ قال لازم برهان لا تجاوبي لا تجاوبي خلص خلص شو عم تحكي؟ ليش عم تحكي؟ شايفة تحكي معي هيك؟ يلا تعالي بخاف العي ناقص جاهزة؟ جاهزة اوكي هاي جايز انا شيرو معي هون برهان احلى هيك برهان احلى شيء لا قولي برهان برهان اوكي سو جايز برهان بنتي اللي بتساعدنا بالبيت بدي اقول لكم انه ما في اطيب منا وما في احلى منا والله بتجنن كثير لذيذة برهان اليوم شو رح نعمل بماما؟ نعمل فرانك برانك مو فرانك برانك نعمل برانك برافو سو اللي رح يصير اليوم انا وبرهان رح نتقاتل رح نصرخ على بعض رح نعيط على بعض وماما ما بتعرف فرح نشوف شو حيكون ردة فعل ماما وطبعا كل شيء رح يصير وعم تسمعه ورح تشوفوه بس مزح صح برهان؟ ايه صح انا وبرهان اتفقنا على كل شيء كل شيء رح اقول لها اياه كل شيء رح تقول لي اياه فلذلك كل شيء رح يصير هلا مزح يا جماعه وبرهان بتعرف وانا بعرف تمام؟ تمام اعطيني هاي فايف برهان بنقول لماما سوري لا ماما ماما يعني نحن اسفين سوري يعني اليوم نعملها فرانك برانك. بس بنقول لا سوري بعدين برانك كي. يلا جاهزه جاهزه خلينا نوصل المقطع هذا 100,000 لايك كرمال برهان طبعا سووا له لايك شير لايك يس لايك وشير okay. وسبسكرايب سبسكرايب برافو يا جماعه المخلوقه والله بتجنن كثير لذيذه okay. يلا خلينا نروح على المقلب يلا يلا جالك؟ موبايلك فين؟ يا بواي لا هي بواي وانا عم بسوي شغله تساوي ستوري ولا لا؟ لا لا مشينا ان شاء الله بنتبه حلو الولد يكون على الطاوله مش لا صح؟ ما؟ صح هيك احلى وهدول اغراض ها؟ ماما والله شو فيني خفافتي هاي المبوزة شو والله خزينة عندكم شي الحمرا والزرع اللي عم جابت لي هدية ايه شو فيها برهان؟ عرفتيها؟ هدول بسامير من قدام بساميرنا ما بعرفهم ماما لازم تعرفيني عشان إذا سألنا عليها تجيبيها لونها أحمر من قدام أنت مرة تشيروا لبسة قلت له هاي مو زين مو زين بس هديك عرفتيها ولا ما عرفتيها؟ ما يعني لازم نروح طبعا ثاني مره ماما قالت لك شيء لازم تعمليه يعني لازم انت تجيبها لحالك ما تقولي لماما انا ما بعرف ومدري شو مدري شو ما بصير انت روح جيبها ليش ما بصير حتى لو انا قلت لك لا 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 حتى لو قلت لك انا اجيبها لحالي ما بصير خلص ماما قالت لك شغله ما اسمعي شوي ما بسمع شيء لازم تجيبها تروح لحالك ثاني مره ماما قالت لك ما نحن بنمزح معك بناخذ بنعطي معك بنكون مناح معك مو مشان تقولي لي روح جيبها لحالك ثاني مره ماما بتقلك شيء تروح بتجيبيها لحالك انت بتجيبها تروح بتجيبها لحالك شو رايك انت ماما شوفي جد عم تحكي اه شيرو جد انا بعمرك ما شفتك هيك عم تحكي بهالطريقه انا قلت لي لازم تروح تجيبها لحالك ها قلت لي لازم تروح تجيبها لحالك ليش لا عشو قلت لك لازم تجيب البوط وانت قلت لي امي جيبيها امي جيب البوط امي شوف البوط قالت لي ما بدي اقوم اشوف البوط لا ما قالت قالت ما بعرف بس قالت ما بعرف لازم هي تقوم تروح تجيبه اي بسم الله من امتى هيك صرت حبيبي شو عرفتي عرفتي طريق شي ماما جرب امي تتناوم كيف بسم الله الرحمن الرحيم مو يعني اذا مزحنا معك برهان وضحكنا وهذا تصيري والله تحكي ايه متى ما بدك وتحكي كثير و خير ما دامك يا ماما سألني ايشون بي 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 جرد عمي تخوض وتعمل كيف سألني ايشون لا ماما شو رح لازم كانت تقوم هي لحالك جبل ما بتعرف ما بتعرف ماما ما بتعرف تجي معك تجي معك لك ماما فرجيني انا وحدة هي او تحاول تدور عليها بتعرفها مو ما بتعرفها بس خلص كسلانة لا ما كسلانة لا كسلانة لا ما في منها لا كسلانة كم مرة قلت لك صبتي غرفتنا انت روح زبط لحالك فوق بعد لا ما بزبط يي برهان شو هالحكي صار لها شو ماشي مش هلا حكي كل يوم بيقول لي حيوان لا ابني ما بيقول بمزح معك بقول لك حيوان ولا مزح ما معك لا مزح ولا مره قلت لك مزح ما حكيت هالطريقة كم مره قلت لك نط في غرفتنا والحمام قال لازم تنظف انت شو رايك شو هاد ما في بس انا يوم شيرو قال لك حيوان ما قال لك ولا مره ليش عم بمزح معه ما ولا مره بمزح معه لك حبيبي مو لتكون قاعد بالبيت احيانا بمزح معه حبيبي مو لتكون قاعد بالبيت لحتى تمزح معه ما دخل قاعد بالبيت لبعض ما ما دخل ما دخل قاعد بالبيت بمزح معه لازم تحترمني وتحترمك قالت لي قومي روحي شوفي البوط خلي هي ثالث يعني ثالث رابع ملاحظه يعني مشان هالشيء انا هيك عم بحكي مو راسا والله هيك رايي انت صار شيء لما وجع راسك ووجع عدنك مأثر على مخك ماما ما فيك شيء ابدا ابدا
وبرهان ما في منه وحنونة وحبابة. أخذت وش زيادة على اللزوم لأنه بنمزح معها من طعمية من أكلنا. ليش قدامك؟ قلت باش قدام قدامك. ما أخذت وجه معك يا شيرو. روح جيب لحالك مرتين لا تقولي لي كيف يسوي تغطية. ماما سخية سخية مو يعني إذا كنا نحن مع ناس ومع عالم يجي والله ضاعوا ظهرنا. لا تقول والله. برهان عيب عليك. ما أنا عيب عليك أنت. ماما قالت لك قومي بتقومي معها بتدوري على البوض ما تبعتي ماما لحالها. آه ما بقى. ما تجاوبي ما تجاوبي. ما تجاوبي. بس شوي. بس شو عم تحكي؟ شيرين عم تحكي معي هيك وجلالنا بيحكي معي هيك. روح جيب لحالك. روح نجيب بوتك. وطي صوتك. كل شيء. وطي صوتك. لا تقولي لي حيوان. لا تجنني. لا تجنني شو فيها شو عم تعمل؟ إذا بدك ليه تواجهني خلص. ناقص تديني تبقلي ناوكي ناوكي تنامي سيد شو دهندك ايه؟ من اش مغور وزعلان تنامي سيد شو دهندك ايه؟ تنامي سيد شو دهندك ايه؟ شو دهندك ايه يعني؟ تجي تمتلك جرات عمي خوضت ناوكي ناكلي هاف شوف الشورة ما بصير بغلط قلة الأدب أنا عندي قلة الأدب ليش لابس بلوزة بدون مكوي؟ شو هالبلوزة؟ ليش هتكوي لبسي؟ طيب قلت لك كوي لي اياها ما كويت لي اياها برهان لا تجاوبيني لا تجاوبيني خلاص انا بخاف انا تعالي بخاف العب الناقص اوكي يعني انت بس عندكم ما شغل العب الناقص بالناقص خلاص لعبك وين الشنطه تاعتي ماما لا خلاص ولا لا شيرو عم يمزح معك لا ما انا مزح لا انت لا بس الله على الجين اليوم صاير لك ما بعرف والدليل اللي لابس بلوزه رجع لك ما يكون لا لا ما بكون كم مره قلت لك نطفي نطفي الغرفه ما انا وجلال ما راح انظف شيء انت لحالك تنظف شو قصدك ليش تقول انا لا هيك لا مو بصير هو بيقول لي ماما على حيوان شيء لا ولا لا ما سمعت ولا مره قال لك شو عم تبلي عليك انت ما تسمعي بس لا شير لا 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 شير ما بيقول لك مستحيل ولا مره قال لك شير لا لا ولا مره بتصير تحكي من هذا واحد رح لك حيوان وستين حيوانة كمان لا ما بصير حيوان اسمعني شو عم تحكي لي اضربها انا عم تحكي حيوان عم تقول لي حيوان عم تسمعني لا A few moments later. أول ما في أنا وجلال من النوم نطفي غرفتي أنا وجلال. احترم حالك هذا شغل. ليش لا؟ اسمعي شوي. اسمعي شوي. أنا الوحيدة اللي بتعامل. لا مو أنت الوحيدة. ما لك شغل معه أبداً. بعمرك بحياتك ما قلت لأختك أو لحدا أو أنا أمك أو أي حدا إني نطفولي غرفتي، شو بدنا تقولها للبرهان؟ برهان لحالها بتعرف شغلها بتنظف غرفتك بتنظف ألف مرة قلت لها بس نطفي من النوم أنا وجلال نطفي الغرفة تبعتنا لحالها بتنظف برهان طول عمرها بتنظف لحالها هلا قومي نطفي الغرفة تبعتنا أنا وجلال إيه بتنظفها مو أنت بأمرك هلا قومي نطفي الغرفة ما بتقوم هلا لأنا لحالها هي وأنا بعد شو؟ بعد هالحكي هيك عم تأمرك برهان أنا مو منيح معك؟ لا أنت ما منيح ابني بحياته ما قال لحالي بمزح معك بس ما بتستاهلي بمزح معك بس لا بتستاهلي حتى مزح ما بتقول هالكلمة لحدا لست أو لبنت أو لأي إنسان بيخصك أو هي معنا لا إذا هيك أخلاقها بتستاهل لا لا بلا ما في أخلاق طالت في الغرفة اللي بتعامل معنا أخلاقها بتكون مثل أخلاقنا وبتكون أخلاقها خلي يجي رفيق بعد ينظف معي يساعدك هو لك سمحتك لا تقولي لي حيوان اوكي لا اذا بتحكي معي هيك رح اقول لك برهان انت صار شيء لعلك وصار لشعر انا يوم امي قال لك حيوان ما قلت لها ولا مره حيوان اه حبيبتي انا طول الوقت معك انا هيك انا انا معك اكثر من اولاد معي بتروحي على الحمام بس تروحي لا شو لا 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 بس تروحي امبارح رحتي بالليل كذابه 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 انت عم تمزح عم تمنوا فيني ما انا لا انا انا والله والله ابني انا ابني وبعرفه تربيته وبعرفه شيرو ما بيقول حيوان لحدا انت دخلت على الخط برهان دخلت على الخط صرتي بدك تصوري مع اولادي علي اه دخلت على الخط مبين ليش عم تحكي لا تجاوبي بسرعه كثير صدقتي؟ ها؟ لا ما صدقت بدها تقول لك رونا هي هون كشفتها قالت لك كشفتينا لا تقولي رونا قالت لك رونا غرفتك لحالك كشفتها لازم تقعدي تبكي لازم تقعد ما تحكي لما يرمشي المقلب عليك انت زعلتي وبكيتي انا كنت حسيت اني كذب بس وقت قلت روح نظف غرفتك لحالك انا عرفت هذا مقلب ولهون كن وصلنا لنهايه الفيديو اتمنى الفيديو هذا يكون عجبكم وبدي منكم يا جماعه شو ما بدي منكم شو بس بدي اياكم تكونوا مناح ودمتم سالمين تصبحوا على خير